الفوشيا اختيار فرحانة بودي لمهرجان كان السينمائي 2022. And I'm starting with my hair and makeup. Hi YouTube, Al-Arabi. I'm Farhana Bodhi and today I'm getting ready for the red carpet. It's the opening ceremony at the Cannes Film Festival. وصلت فرحانة بودي لكان من كم يوم ومن وقتها هي وعم تنشر صور من رحلتها ويوم أمس سحرت الكل على الريد كاربت لما طلت بفستان فوشيا ضخم من الريش من تصميم أتليه زهرة ولتكمل هالإطلالة نسقته مع عقد ضخم من الألماس وطبعا هيك دراس بيتطلب فوتوشوت مطول ولهيك اختارت تتصور على الكاروسيل وقبل ما تطلع على السجادة الحمراء فهي كانت شاركتنا ببعض الفيديوهات من خلال تجهيزاتها لهاليوم and I'm starting with my hair and makeup and Ahmed he does my hair like every year he's super 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 nice and you know it's so important to have a nice hairstylist during a film festival and he's the one